بسم الله الرحمن الرحيم. أحب الأول أعرف حضراتكم، أنا الدكتور أشرف صلاح الدين، مستشار الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة بالقوات المسلحة. النهاردة الحقيقة احنا بنحضر المؤتمر 25 لراينو إيجيبت، وهو مؤتمر بيناقش كل ما يخص أمراض وعلاجات والجديد في علاجات أمراض الأنف للمرة 25 في القاهرة. المؤتمر السنة دي الحقيقة فيه موضوعات كتيرة جديدة، وفي متابعة لموضوعات قبل كده اتناقشت. أهم ما في هذا المؤتمر هو جراحات تجميل الأنف، جراحات الجيوب الأنفية بالمنظار، اللي النهاردة وبعد مرور هذه الفترة من استخدامها الحقيقة بقت بنقدر نعمل بيها 90% من عمليات الأنف، سواء كانت العمليات دي عمليات اللي تصليح عيوب في الأنف زي الحاجز الأنفي، زي الكسور القديمة في الأنف، أو كانت عمليات أخرى لاستئصال لحميات أو زوايد أو أورام. مناظير الجيوب الأنفية في أول استخدامها كانت تستخدم على نطاق ضيق، النهاردة بنقدر نوصل بيها إننا نشيل أورام واصلة لغاية قاع الجمجمة، واصلة لغاية التجويف بتاع العين، واصلة للجيوب الأنفية العميقة داخل الجمجمة، و يعني بقرب شديد لبعض الأماكن الهامة والشرايين الهامة اللي جوه الرأس. الجزء الثاني اللي بيتكلم فيه المؤتمر هو أمراض الحساسية بتاعة الأنف وما هو جديد فيها، وتوعية الشباب الأطباء بالعلاجات الحديثة في حساسية الأنف وجراحات الأنف، إمتى نعمل عملية، إمتى نستنى على إجراء العملية، إمتى نطول في العلاج الدوائي والفترة المناسبة له. مرض الحساسية مرض بيهم قطاعات كبيرة جدا من الناس ومن المرضى، لأنه الحقيقة مرتبط بالحالة الصحية والحالة المناعية للناس، كمان مرتبط بالتلوث البيئي اللي موجود. المؤتمر كمان بيناقش الجديد في جراحات أورام الأنف والجيوب الأنفية، وزي ما ذكرت كده قد ايه دلوقتي بنقدر نوصل لأماكن دقيقة جدا وصعبة جدا عن طريق مناظير الجيوب الأنفية. المؤتمر بيناقش أيضا الجديد في العلاجات الدوائية وعلاجات المضادات الحيوية للميكروبات المتوقعة لأمراض الأنف والأذن، والميكروب لما بيحور نفسه الحقيقة بنحتاج ان احنا كمان نحور نفسنا في العلاج وفي نوعية الأدوية اللي بنختارها. شيء مشرف وشيء بيناقش كل ما هو جديد في أمراض الأنف والجيوب الأنفية. يعني أرجو ان انا اكون اديت ملخص بسيط جدا عن ما هو جديد في هذا المؤتمر، وبشكر حضراتكم للحسن الاستماع.